استاذ جمال، نعم، هل فيتوريا هيلعب عشان يجرب ناس في هذه المباراه ولا هيلعب علشان يكسب هذه المباراه؟ لا، كيف سيلعب؟ هو يعني هو مش هيجرب، مش او هيكسب. لماذا سيلعب؟ هو مش بيلعب عشان يكسب بلجيكا. هو يعني اكيد هيعتمد على القوه الكامله بتاعه المنتخب في ان هو يواجه الجحافل البلجيكيه. انا بقولها يعني باللغه المجعلصه دي لان هي دي الحقيقه. هو بيلعب مع فرقه عنتره بمشاهير يعني. هي فرقه جامده جدا طبعا، بنجومها، بحارس مرماها، بكله، بكل خطوطها، فريق جامد جدا، المصنف رقم 2 على مستوى العالم، صحيح، ثالث بطوله العالم اللي فاتت، واخد بال حضرتك؟ صحيح. ويعتبر الجيل اللي موجود في بلجيكا ده، دي بروين ورفاقه يعني، صحيح، دول بيعتبروا كاس العالم القادمه هي الفرصه الاخيره لهم طبعا، لانهم يعملوا مظبوط انجاز افضل، صحيح، يعني معنى ذلك ان هم كان من المتوقع ان هم يلعبوا على كاس العالم اللي فات، صح، دلوقتي السن كبر بالظبط، وهم لعبوا ووصلوا الى ان هم تفوقوا على منتخبات عريقه وقديمه زي انجلترا مثلا، صح، في مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع، يعني قدروا ان هم يعملوا بصمه، وبالتالي مساله ان هو يدي فرص لفيتوريا للعيبه في هذه المباراه، اعتقد ان مثل هذه المباريات القويه لا يمكن فرص. انك تدي فرص لحد، بالعكس، هو هيلعب بشكل يعتمد اكبر على التأمين الدفاعي. سيبك من آراء بعض الناس اللي هتيجي بعد الماتش تقول لك ده فيتوريا لعب بطريقة دفاعية وما لا، يعني ما هو في بعض اللي هو اللي ايده في الميه، انت قدام السنغال بطريقة دفاعية بالظبط، اللي ايده لا، واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار طبعا، يعني ما بقاش انا قاعد بتفرج كده واقول لا، ده كان لازم الراجل يلعب بطريقة هجومية، ما فيش حاجة اسمها طريقة هجومية بحتة امام فريق أو زي منتخب ده بهذا الحجم، صحيح، لازم هيعمل حسابه كويس جدا، ولازم هينطلق الأول من تأمين دفاعاته كويس قوي، ثم لو قدر إن هو يخطف لعبة يوصل إلى مرمى المنافس، شوت شوطة عن طريق صلاح، عن طريق باسل صلاح، فاكر أيام كوبر، باسل صلاح، يا ريت كمان، يا ريت أنت ست صلاح كده يا أستاذ جمال، نعم، انت ست محمد صلاح وتريزيجيه، احنا عندنا لعيبه مصطفى محمد، لا ما هرجع انا ما قلتش ان هم مش متواجدين، بس انت عشان حتى لو بتلعب مع فريق في مستواك، صح، زي ما قلت يا كابتن اسلام، انت بتلعب مثلا مع السنغال، صحيح، مع المغرب، مع كوت ديفوار، مع اي حد من الفرق الافريقيه، انت لعبت معاهم حتى لغايه كاس الامم الافريقيه اللي فاتت، ولغايه مباراه تحديد النهائي، لعبت النهائي، لا لغايه النهائي، انت لعبت برضو بطريقه أمنت فيها دفاعاتك رقم واحد، لأنك احترمت نفسك واحترمت المنافس برضو عشان طيب. الفارق طبعا، أستاذ محمود، برضو يعني اللي أنا شفته في المباريات أو في معظم المباريات الودية، المنتخبات الكبيرة بتعمل إيه؟ يا إما بتبدأ في الأول الشوط الأولاني قوي جدا وتطلع الفرقة كلها وتنزل رقم 2 ورقم 3، أو العكس، تبدا برقم 2 و3 وتخلي اخر نص ساعه. هو عامل المباراه دي ليه؟ لا انا بتكلم على بلجيكا بقى، انا واخد بالي، عامل المباراه ليه يا راجل بتاع بلجيكا مارتينيز؟ عشان معاه المغرب، مع المغرب، فلا وجد انه يعني انسب حاجه قريبه من المغرب والكره الطابع الافريقي هو المنتخب المصري، صحيح، انت كفيتوري عايز ايه من المباراه؟ ما انت برضه هتقول انت ليك اكيد ليك اهدافك في المباراه يا كابتن اسلام، طبعا، وانا عاوز ارجع بيك شويه لورا كده، اتفضل، واقول لك احنا لما وصلنا للمستوى وبقينا رقم 9 على مستوى العالم وصلناها ازاي؟ راجع حجم المباريات الوديه اللي لعبها المنتخب مع منتخبات اوروبيه كبيره ايام الكابتن حسن شحاته، لعبت مع فين؟ مع البرتغال واسبانيا كل الكلام ده اداك ايه؟ اداك خبرات، صحيح. قبل كده كان وصول النادي الاهلي لمونديال الانديه لاكثر من 3 مرات متتاليه او مرتين متتاليتين ومره، والاحتكاك مع مدارس مختلفه اكسبك الخبرات المطلوبه، صحيح. انت محتاج الان في هذه الفتره أن يعيد فيتوريا للمنتخب المصري، أن يعيد لي جزئية ثبات الانفعالي واللعب تحت ضغط، هو نتائجه هيكون عاوز إيه يا كابتن؟ عاوز يعرف قدرات اللعيب في الماتشات الكبيرة قدام الأسماء دي، هيبقى عنده ثبات انفعالي، التمرير هيبقى صحيح، صحيح، الضغط هيبقى صحيح، التحرك إزاي من غير كورة، كل الحسابات دي هتبقى موجودة في مسألة المكسب والخسارة،
يعني مش عاوزين نقول فارق لان الكوره فيها كتير وتقدر تلعب، بدليل انك انت لما لعبت ايام جيل كابتن عزيز شحاته وابو تريكه لما لعبت مباراه كبيره جدا قدام البرازيل، انت ما توقعتش انك انت تجيب في البرازيل ثلاث اجوال يا كابتن سناير، وكان ممكن تتعادل كمان صح. لو لما وقتها ظهر الفار وقتها وقال لك ضربه جزاء بتاعه المحمد اللي اتحسب. فانت في المباراه بتاعت بكره الناس كلها طبعا والجمهور في اكتر النهارده ب 45,000 تذكره وسعه الاستاد 58 اتباعوا واستقبال كبير جدا لمحمد صلاح، والناس كلها عاوزه تشوف محمد صلاح على ارض الواقع صحيح. واعتقد في المباريات اللي زي كده وهم طبعا بتوع بلجيكا عارفين محمد صلاح ده زمايله في الدوري الانجليزي وعارفين، فاعتقد انك انت بكره لو اظهرت قدراتك وثباتك في الملعب وتحرك لعبتك واللعب بهدوء انك والباص والتمرير والتحرك بصوره ايجابيه واضحه اكيد ده هيبقى من المكاسب، لان حتى لو هنقول مش هنقول احنا هنخسر ومش هنخسر لان الكره وارد فيها كل شيء مع الفارق والمستويات، لكن انت لابد ان اتحاد الكره والقائمين ان يحطوا في حساباتهم المرحله دي انك انت لازم تلعب مع المستوى الاعلى منك عشان تتعلم عشان تستفيد. يعني حضرتك مع هذه التجربه طبعا وكان نفسي يكون في مباراه وكان نفسي ان هم كانوا يوافقوا في مباراه ثانيه، كان المفروض يلعبوا لما كندا طلبت منهم عرض التعليم ان يلعبوا مباراه ثانيه في 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 الامارات، كان المفروض فرصه برضو مهمه جدا انك انت تلعب يعني حتى لو عندما انت كده الدوري كده واقف وما فيش ودي فرصه كويسه جدا تانية. فاعتقد زي ايه قرار مثلا سفر المنتخب الاولمبي لعب مباراتين مع المغرب في المغرب قرار موفق بامانه شديده صحيح. انت صحيح طبعا صحيح مش كل حاجه سلبيه بنقولها لكن هناك بعض الايجابيات لازم لازم بنقول. بدل انك انت شوف انت الاستاذ جمال قال في كاس الامم الافريقيه شوف احنا لعبنا كم مباراه بالاكسترا تايم بص كل المباريات اربع مباريات ايوه كل اللي جبتهم اربع اهداف في المشوار لغايه النهايه المشوار كله لغايه النهايه اربع اهداف بس انت احرزتهم دي من العيوب اللي محتاجه شغل ومن فيتوريا ان هو يطور المسار نشوفها بقى خلال الفتره القادمه.